مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، دائما نتشرف باستقبال شكاواكم مقترحاتكم على حسابنا في تويتر الراصد، وأيضا رقم الواتساب الظاهر معاكم على الشاشة. نروح لأبرز عناوين حلقة الليلة. المادة 77 كانت ولا زالت أرضا خصبة لفصل الموظفين في القطاع الخاص، وعقوبات مغلظة تواجه المتهربين من دفع رسوم الأراضي البيضاء في المناطق الأربع المستهدفة. نشوف في هذه الحلقة أيضا أهالي مخطط الحلو بحايل يشتكون من روائح الصرف الصحي، والبلديات حتى اللحظة لم تحرك ساكنا معهم. اتفاقية بين وزارة الاتصالات والتعليم لإضافة مواد رقمية جديدة. أطباء يدفعون 2000 ريال شهريا لتدريبهم، فمن المسؤول عن ما حصل؟ خاطبت وزارة الإسكان وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية لتسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة لبرنامج رسوم الأراضي بشكل إجباري نيابة عن أصحابها الممتنعين، تمهيدا لفرض الرسوم عليها. فيما أوضح عبد الحميد الحماد رئيس قطاع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان أن الأراضي البيضاء التي امتنع ملاكها عن تسجيلها في برنامج رسوم الأراضي البيضاء ستطبق عليهم أقصى أنواع العقوبات باعتبار عدم تسجيلهم لأراضيهم حتى الآن، والتي تعد استهتار بنظام رسوم الأراضي البيضاء على حد وصفه. ينضم لي في الاستوديو المهندس إبراهيم الصحن وهو المتخصص بتمويل الاستثمار العقاري. حياك الله مهندس. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. يا مرحبتين. يعني الآن الأراضي البيضاء في 4 مدن في الرياض، وحاضرة الدمام وجدة ومكة. صحيح. سوت شيء بالسوق العقاري؟ جدية الوزارة حيال هالموضوع من عدم؟ طبعا ما في شك، الجميع يعرف السوق العقاري اليوم يمر بفترة من الركود والهدوء، هذا لا يعزى كله طبعا لبرامج وزارة الإسكان، جزء كبير منه الحالة الاقتصادية اللي تمر بها البلد بشكل عام. هل ممكن نقول أن برامج وزارة الإسكان ومن أهمها رسوم الأراضي تحفز أو تجعل الـ أصحاب الأراضي الكبيرة والخام أو غيرهم يعني يجعلون أراضيهم هذه معروضة في السوق ويطورونها ويحسنون مستوى المعروض في السوق؟ هذا بلا شك المفترض أنه يكون، وهذا هو مبدأ النظام رسوم الأراضي. هل هذا الأمر وقع حاليا بشكل صحيح؟ المسؤول عن أو مدير برنامج رسوم الأراضي المهندس محمد مديهيم يعني قال في كذا مناسبة أن هناك يعني ملايين من الأمتار المربعة بدأوا أصحابها بتطويرها بسبب ضغط رسوم الأراضي. لا شك الوجود الجدية من يوم يعني صدر هذا النظام، ومن يعني الجميع كان يعني بعضهم كان يتشكك أو يتوقع أن الوزارة غير جادة وأنها من الصعب تطبيقها أو غيره، لكن أنا أعتقد يعني في رأيي الشخصي أن يعني القيادة لم يعني تصدر مثل هذا النظام إلا هناك جدية ورغبة، لكن نتكلم على موضوع التنفيذ فهذا أمر آخر. لا شك أن هناك يعني رغبة بالتنفيذ الجاد، لكن هل هو التنفيذ الجاد اللي نتوقعه على أرض الواقع؟ هنا ممكن يعني يكون في بعض النقاط اللي نحتاج أن السوق العقاري هو شايف. ما في شك طبعا بلا شك أنها وسيلة ضغط وموجودة حاليا على الأراضي الكبيرة الخام، لأن أول مرحلة تستهدف الأراضي الكبيرة، أراضي يعني خلنا نقول اللي فوق 10,000 غالبا تكون 100,000 200,000 إلى ملايين الأمتار المربعة اللي يمتلكها أشخاص محددين، وأننا نتكلم اليوم على تقريبا أكثر من 450 مليون متر مربع أخرجتها رسوم الأراضي على مستوى هذه المدن تقريبا 3 أو 4 اللي ذكرت. لكن اليوم
نجد أن في إشكالية في قضية تقييم هذه الأراضي، وهذا واضح جدا في السوق. يعني القيمة اللي وضعتها يعني البرنامج أو أصدر الفواتير عليها، الكثير يتشكك بأنها غير قيم، غير عادلة، ولا وليست قريبة من القيمة السوقية. يعني أراضي في الرياض، أراضي في الرياض في شمال الرياض كم قيمت؟ والله اللي أعرف أو يعني وصلني أخبار عنها أنها تقريبا قيمت ب 30 إلى 50% من قيمتها السوقية. يعني على كم؟ يعني على حسب، يعني حسب مثلا أرض المفروض أنها تقيم ب 500 ريال، قيمت مثلا 250 أو 200 ريال مثلا المتر المربع. هل معلومة أنا أصدقها اللي هي معلومة أنه السعر 250، سعرها الحقيقي 250، لكن العقاريين يوم تجي تشتري منهم أي هي ب 700، بس يوم يجي يدفع الرسوم لا هي ب 200. أنا نتكلم على وضع السوق، أقول لك السعر ترى 200 مو باللي احنا نشوفه بالتطبيقات. لكن ليس 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 من عمل برنامج الرسوم انه يضع السعر اللي يتوقع ان توصل له الاراضي، عمل ان يضع قيمه اليوم وبالتالي يفوتر 2.5% أيوة. على قيمه اليوم. كيف نجي نحط قيمه اليوم؟ هل نجي نقيمها انه فرضا حي النرجس ممتاز في الرياض، نشوف كم الاسعار المتوسط موجود في كل التطبيقات وموجود بمكاتب العقار وموجود كم المتر اليوم في عقار اليوم؟ احنا وزارة الاسكان بنسحب الفاتورة بسعر المتر المربع اللي موجود عند الناس اللي يتداول فيه. نعم، هل هذا صحيح؟ لو سوينا ما في شك، لكن انت لابد تضع بالاعتبار ان هذه ارض خام لسه ما وضع فيها بنية تحتية، فما يمكن تقارن بالارض الجاهزة واللي فيها بنية تحتية ومكتمل فيها الخدمات. كم ممكن تنزل؟ هو لا شك انه تقريبا يعني خلينا نقول طبعا لكل واحدة لها طريقتها ونموذجها في التقييم، لكن تقريبا تصل الى ثلث، يعني من 25% الى ثلث أو 30% من قيمة الأرض المطورة الجاهزة. طيب لكن مع ذلك هذه القيمة لم توضع بشكل صحيح، يعني خفضت بشكل أكبر من اللي حقيقة. يعني الوزارة كانت كويسة متوقع متساهلة شوي نوعا ما في هالموضوع. أنا ما أقول أنها متساهلة بقدر ما أن يبدو أن المنهجية اللي استخدمتها في التقييم لم تكن دقيقة وصحيحة وتحتاج أن تعيد النظر. الوزارة فيها. ليش ما تعلن المنهجية الخاصة برسوم الأراضي البيضاء؟ أعلنت هي المنهجية وطريقة التقييم واستمعت. يعني حقيقة أنا يعني أشكرهم وحقيقة يعني أثني عليهم في موضوع الاستماع لوجهات النظر المختلفة. هذا أمر آخر، قضية التطبيق هم يرون أن اللي عملوه صحيح، لكن أن نشد على أيديهم ونقول ما زال الموضوع يحتاج إلى تحسين، ما زال النموذج المستخدم في التقييم يحتاج إلى تحسين، ما زلنا ننتظر قضية الانتقال للمراحل المستقبلية الأخرى. الآن تتكلم بس تستهدف الأراضي الخام والأراضي الكبيرة جدا، هذه تحتاج إلى 2-3 سنين عشان تطور وتنزل للسوق وأنا وأنت نستطيع أن نشتري فيها ونسكن فيها. لكن المرحلة الثانية والثالثة والرابعة هي التي ستخدم الاحتياج الحالي للسكن. طيب شكل الأراضي البيضاء، وأنت رجل عقاري موجود بالسوق، الشكل هذا الآن اللي بالأحياء وفي المدن الرئيسية ما يبشع المدن؟ لا شك لا شك، هي من أشد الأشياء ضررا، وهذا ترى ما أقوله أنا يعني كشخص، أنا ترى من أكثر من قرنين من الزمن من أيام يعني الاقتصاديين اللي أسسوا علم الاقتصاد أو ساهموا بشكل كبير من علم الاقتصاد مثل آدم سميث وهنري جورج وغيرهم من الاقتصاديين العتاولة اللي أسسوا علم الاقتصاد اللي نعرفه، قالوا بهالشيء وقالوا أن الأراضي هي أسوأ شيء للاحتكار ومن أكثر الأشياء اللي تعطل التنمية. الأراضي تركها أراضي فضاء ويعني في وسط المدن بشكلها البشع. لا شك أنها أبرح الجانب الآخر، شلون تعطل التنمية؟ أخوي هذه أرضي وأنا بخليها في هالمكان وخلها، أنا شاريها المتر بعشرين ريال، أنا ببيعها ب2000، أنت شو عليك؟ أنا ماني محتاج فلوس الآن. فيها وجهة النظر هذه موجودة، وجهة النظر، لكن الرد على وجهة النظر هذه، من اللي يمدد الـ ويتكلف في قضية تمديد الخدمات اللي موجودة في هذه الأراضي؟ أليست الحكومة هي اللي تعمل هالشيء؟ من اللي جالس يوسع هذه المدينة؟ أليس الشعب والبشر والسكان اللي جالسين يعملون ويكدحون كل يوم ويستلمون رواتبهم من أجل أن يشتري له بيت في أي مكان؟ أنت تجي بكل بساطة بدون ما تضيف إنتاج وبدون ما تضيف عمل وبدون ما تضيف وظائف تبقي على هذه الأرض من أجل أن ترتفع قيمتها بدون ما تضيف أي شيء للاقتصاد. أنا استغرب هذا أنه أنت عقاري وتقول لي هالكلام. أنا عقاري منصف. أنت هاوش أنا وياك، لكن أنت أقنعتنا بوجهات النظر هذه. أنا عقاري منصف. إحنا ندور أنه
نبي السوق يتحرك للصالح العام، يعني خلنا الأسعار تنزل لصالح الناس. صحيح. مو أنك تقول خلها هم الآن يتكلمون إحنا بنخلي السوق، هذه اللي قاعد تضر الاقتصاد وتضر الناس، ولا الناس سكنت ولا صاحب الأرض استفاد، وجالسين يدور في حلقة مفرغة. صحيح. بس إحنا بنقول عقوبات التأخر في تسجيل رسوم الأراضي البيضاء، إحنا حطينا النقاط اللي هم قايلينها الوزارة، فاتورة رسوم السنة الأولى بأثر رجعي تبي تدفع. ممتاز. المبلغ هذا أي حتى لو يعني لو تأخرت وما سجلت وتجاهلت الموضوع. نعم. فاتورة رسوم للسنة الحالية أيضا، يعني أنت بتدفع. صحيح. فاتورتين إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض إذا تأخرت في التسجيل. ما في شك. الآن الوزارة مخاطبتها مع وزارة البلدية والعدل، هذا دليل إنه الوزارة حثيثة في بهذا السعي. لكن هناك تحدي ما هو بسيط حقيقة يواجهها، لأن في السعودية حتى الآن ليس لدينا نظام ما يسمى بالتسجيل العين للعقار، أو عندنا النظام لكنه لم يطبق بشكل جيد بحيث يكفل للجهات الحكومية اللي تبي تعرف من أرضها هذه أن تعرف أصحابها وملاكها، فبالتالي سيواجهون بلا شك تحدي. لكن اليوم مع قضية الإمكانيات التقنية اللي موجودة في ربط البيانات والرغبة في خروج بيانات دقيقة، أنا معك المفترض أنه يتحسن هالموضوع. الموضوع هذا أنا معك فيه إنه تسجيل عين العقار، لكن يعني إذا أنا أعطيتك إمكانية دخول إلى معلومات وزارة العدل أبقولك الأرض الفلانية في مكة، هذه المن أبعرفها بصكة، الصك اللي موجود عندي صح؟ ولا فيها مشكلة بقى. المفترض، لكن للأسف كثير من الصكوك يدوية قديمة سجلاتها تحتاج إلى أشهر للرجوع لها. أنا أتكلم على آخر صك موجود. إذا آخر صك وصك إلكتروني يسمونه الصك الشامل اللي مسجل إلكترونيا لا شك أنه سهل، لكن مشكلة أنه في كثير من هذه المناطق وكثير من هذه الأملاك اللي كبار في السن يعني شروها من يعني قبل 30 و20 و25 سنة وأبقوا على صكوكهم وبسجلات القديمة هذيك تحتاج إلى وقت للرجوع إليها، فالله يعينهم على هذه المهمة. العقوبات بشكلها الراهن كافية وبتخلي بعض الناس يتحركون ويسجل اللي أبو 10,000 وفوق. والله إذا فعلا يعني بيدبل عليه يعني الرسم بدال ما يصير 2.5%، هو طبعا الحد الأقصى أنه يعطونا 2.5% إضافية، هذا الحد الأقصى، ممكن تصير 1% ممكن تصير 0.5%، لكن هم إن شاء الله أنهم يرغبون في يعني الشد على يد هؤلاء من أجل أن يبان الحزم شوي في هالموضوع. طيب. وننتهي يعني بشكل أفضل في تطبيق. طيب. النظام. مهندس إبراهيم، الآن إحجام الناس عن الشراء وامتناع ملاك الأراضي الكبيرة والمخططات من نزول الأسعار، هذا وش بيؤدي له بعد يمكن 6 شهور سنة من الآن؟ وش ممكن يؤدي له أنت وجهة نظرك؟ ما بي أي طبعا يعني إلى الآن نقول السوق ما زالت في الركود، وأنا متوقع حقيقة أنه يستمر هالموضوع يعني خلال السنة أو السنتين أو الثلاثة القادمة، لذلك لن يكون هناك إشكالية كبيرة في موضوع ارتفاع الأسعار. لكن إذا بدأ السوق بالنشاط، ولا بد أن يبدأ، لا شك أن في كل شيء يرتفع ثم ينخفض ثم يرجع يرتفع من صحيح. من جديد، إذا بدأ السوق بالنشاط ووجد ملاك الأراضي عدم جدية البرنامج في التطبيق والنظام بالتطبيق، وهذا إن شاء الله أتمنى أن لا يحصل أبدا، سيكون هناك يعني ارتداد عكسي شديد جدا على الأسعار، وهذا اللي أخشاه يعني حقيقة. بنعود ل 2011 و12 أخشى ذلك، أخشى أن ترجع المضاربات بشكل أسهل. لا شك أن وجود ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية سيخفف وطأة المضاربات، لكن الملاك سيتمسكون أكثر ويحسون أن ليس هناك أي ضرر من ترك الأرض. المهندس إبراهيم الصحن المتخصص بتمويل الاستثمار العقاري، شكرا جزيلا لك، أفضل عقاري جاني متفقنا وياه بالرأي. شكرا لك. شكرا لك. شكرا خير. يا مرحبتين. يا سلام. سلام. أحال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 4 قضاة إلى دائرة التأديب، سواء للمحاكمة أو التأديب نتيجة لارتكابهم مخالفات. وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني أيضا أقر في وقت سابق اعتماد التفتيش الإلكتروني الذي مكن المفتشين من الوصول إلى سجلات أكثر دقة ومتابعة لأعمال أصحاب القضاء بمهنية وحزم أيضا.
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة التعليم مذكرة تعاون في مجال التعليم الرقمي وأيضا تطوير المناهج والمسارات التعليمية بما يتوافق مع احتياجات المستقبل الرقمية. يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون وتوحيد الجهود فيما يختص بتنمية رأس المال البشري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما يساهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة وأيضا إدخال الرقمنة في مناهج التعليم العام. ينضم لي هاتفيا من الرياض الدكتور أحمد آل ثنيان وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. حياك الله دكتور أحمد. الله يحييكم وسعيد بتواجدي معكم هذا المساء. يعطيك العافية. ليتك تحدثني أكثر عن هذه الاتفاقية وأبعادها والفائدة المرجوة منها. طبعا لا شك أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات باتت اليوم من أحد أهم الركائز في تنمية الدول وتقدمها، وهي مساهم رئيسي في الثورة الصناعية الرابعة وتنمية الناتج المحلي. نحن الآن نعيش في الثورة الصناعية وهي أحد ممكنات رؤية 2030، وهذه الثورة الصناعية طبعا تتطلب منا نموذج عمل مختلف وآلية تنفيذ جديدة تحتكم لقواعد التنافسية العالمية الجديدة، وهي الانتقال من التركيز على الأصول والخبرات إلى الاعتماد على الوقود الجديد المتمثل في البيانات والتقنيات الحديثة وبناء المحرك المتمثل في الشباب والريادة. حسب المنتدى الاقتصادي العالمي 35% من المهارات الحالية سوف تتلاشى بحلول العام 2020. لذا مطلوب منا إعداد أبنائنا إلى تقنيات المستقبل، وهذا هو كله محور هذه الاتفاقية. يعني أنتوا تستهدفون التعليم العام؟ نستهدف التعليم العام والتعليم العالي مع زملائنا في وزارة العمل. سيتم بإذن الله من خلال هذه الاتفاقية التعاون في عدة مسارات تشمل على سبيل المثال للحصر تطوير المناهج والمسارات التعليمية بما يتوافق مع احتياجات المستقبل الرقمية في التعليم العام والتعليم العالي، أيضا تطوير المهارات الرقمية لدى المعلمين والمعلمات وتدريب الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات على المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل خصوصا فيما يتعلق بتقنيات المستقبل، كذلك تنفيذ الفعاليات والمسابقات وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التعليمي، وأخيرا وليس آخرا تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والدراسات بين الوزارتين بما يخدم الأهداف التنموية بإذن الله. في برامج للمبتعثين والمبتعثات؟ نعم، وتحدث عنها معالي وزير التعليم الأسبوع الماضي. طبعا الاتفاقية تشمل أبنائنا المبتعثين والمبتعثات سواء المبتعثين الحاليين أو المبتعثين الجدد من خلال تصميم وتطوير مناهج تعليمية تتوافق مع الاحتياجات المستقبلية في أرقى الجامعات العالمية، وهذه تشمل التقنيات الحديثة والمسارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأمن البيانات. دكتور أحمد، هل ممكن يضاف التدريب للطلاب في المدارس؟ يعني بدل ما يكون منهج وزي مادة الحاسب الآلي اللي أحيانا ما تكون عملية، بيكون في تدريب للطلاب في المدارس بحيث أنهم يتميزوا في هذا الجانب؟ نعم، طبعا التدريب للطلاب في التعليم العام بدأ، وهذا بدأنا بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية والزملاء في وزارة التعليم. تم تدريب قرابة أو أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، ونستهدف أن الرقم بإذن الله يصل إلى المليون بنهاية العام. وبالنسبة للتعليم العام وهو الأهم، التعليم العالي وهو الأهم، سيكون هنالك بإذن الله تطبيقات عملية بحيث أن الطالب أو الطالبة يستطيع أن يطبق نموذج عملي مبتكر من خلال شبكة المعامل أو شبكة المعامل الرقمية أو معامل الابتكار. جميل. التي ننشئها الآن بالشراكة مع القطاع الخاص. طيب كيف شفتنا معك دكتور؟ جيدين الحمد لله. أي هذا مهم، بس هذا الكلام عشان إن شاء الله تشرفنا في عندكم أكيد برامج كثير الفترة الجاية أنتوا بتطلقونها وبتشتغلون عليها، فإحنا نبيكم تشرفونا قبل رمضان بأي حلقة ويكون لنا شرف بوجودك يا سيدي. لا لا لا، بإذن الله بالعكس نتشرف، احنا دائما نقول الإعلام هو مرآة صادقة. بالعكس هذا اللي احنا نبيه منكم، لأنه أنا متصور الوزارة الشابة هذه عندها برامج كبيرة جدا، يعني أنتوا قاعدين تشتغلون عليها لكن إلى الآن لم تظهر. فأنا شاكر لك الدكتور أحمد آل ثنيان وكيل وزارة الاتصالات تقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
زادت في الآونة الأخيرة وزاد الحديث أيضا عن حالات الفصل التعسفي بين العاملين في القطاع الخاص. هذا كان نتيجة طبيعية للجوء بعض أصحاب العمل إلى المادة 77 الخاصة بنظام العمل واللي أضرت به كثير من الموظفين، حيث تزايدت حالات فصل الموظفين من الشركات الخاصة بشكل كبير، حيث أن العديد من الشركات استغلت الثغرة في هذه المادة وأصبح بمقدورهم فصل الموظف بدون سبب مشروع، وهذا ما أدى إلى استغلال العديد من الشركات لهذا الفصل التعسفي، رغم حديث الوزارة في وزارة العمل في كثير من الأحيان عن الحفاظ على الموظف داخل القطاع الخاص. انضم لي من استديوهاتنا بجدة المحامية هدى باشميل، حياك الله أستاذة هدى. أهلا وسهلا، الله يحييكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا. أنا كموظف على سبيل المثال في القطاع الخاص، كيف يمكن أحمي حقي كموظف بالاطلاع على اللوائح والتنظيمات، وهل هذا ممكن يكفي لرفع الوعي لدى الموظفين اللي موجودين في القطاع الخاص؟ بالتأكيد. إيه. بالتأكيد. يعني الحين الموظفين اللي قاعدين يفصلون في القطاع الخاص، بعض الشركات تقول أنه أنا طلعتك بناء على المادة 77، فيقول الموظف أنا مفصول بشكل تعسفي، كيف ممكن نفصل بين هذه وهذه؟ طيب أوكي، أول شيء إيش هي المادة 77؟ نحب نعرف الناس إيش هي. هي تنص على ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر، طبعاً المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل، إنهاء العقد وتعويضاً على النحو التالي: إنهاء أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العمل إذا كان العقد غير محدد للسعودي، طبعاً غير محدد المدة، وأجر المدد الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة للأجنبي، ويجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين عن أجر العامل لمدة شهرين. طبعاً في ناس تشوف إنه هذه المادة 77 هي مجحفة وهي يعني ضد العامل، وفي ناس ترى أن المادة 77 هي وضعت لنا آلية منظمة لتعويض المتضرر، آلية منضبطة لتعويض المتضرر في حالة إنهاء العمل غير المشروع، وغرضها تقليل أسباب التقاضي والنزاع وحماية العامل من اللجوء للقضاء. طيب الآن اللي قاعد يصير إيش؟ في ناس قاعدين يستخدمون هذه المادة استخدام مسيء من بعض الشركات اللي موجودة في القطاع الخاص، صحيح؟ يعني ما نقدر نعمم نحن، لأنه كمان يعني في الشركات الآن تحت ظروف اقتصادية زي ما نعرفين، فيعني ما نقدر نعمم. إذا بعض الشركات استخدمت هذه المادة وفصلت فصل تعسفي، ما نقدر نقول الكل. صحيح يعني. طيب خليك معي، أنا معي بادي السهلي متضرر من مادة 77 من المدينة المنورة، حياك الله يا بادي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، شرفنا. حياك الله سيدي. أسباب الفصل من عملك، هل كانت المادة 77؟ لا ما كانت المادة اللي هي. إيش شلون فصلت من عملك؟ أبدا، كذا إنهاء العلاقة التعاقدية لمصلحة العمل. طيب في هذه الحالة أنت لمن تلجأ؟ نلجأ لمكاتب العمل. طيب وش يقولون لك مكاتب العمل؟ يقولك هذا وفقا للنظام. لا، هو النظام مبررات الفصل مشروعة ومحددة يعني في كثير من بلدان العالم، وفي كذا مادة، المادة 81، المادة 75، المادة 74، في مواد تجيز هذه، لكن المادة 75 هي مادة 77 هي مادة تعويضية، والمادة التعويضية يجب أن تكفل للمتضرر الحق الذي يناسب الضرر الذي لحق به. أما من ناحية إنه هذه المادة يعني بموجبها يكون الفصل، لا، الفصل له قوانين وله مبررات
ذكرت في كذا مادة، المادة هذه بالذات تناقض المادة الثالثة من نظام العمل لتضمن وتكفل العمل للمواطن السعودي، وكذلك المادة 26 التي تحث على المنشآت بكافة أنشطتها على أنها توظف السعوديين وتلتزم بهم وتطور مستوياتهم وتعمل على رقيهم. اي بس بادي انت اظن الماده اللي انت مشكلتك معاها اظن 64. لا ما هي 64، انا بدون ماده فصلوني كذا بدون الرجوع الى اي ماده كذا. اي نعم، مصلحه العمل وبدون. طيب ايش رايك استاذه هدى؟ والله انا ما سمعت هو ايش قال. هو يقول انه انا فصلت قالوا لي مصلحه العمل ومع السلامه. شوف أنا بدي أقول لك حاجة، هي في ثغرة في المادة 77، يمكن هذه لو تعمل عليها تعديل هتكون في صالح الطرف الأضعف من وجهة نظري اللي هو العامل. أيوة. الجزئية الأولى ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين، لو انشالت هذه الجزئية من المادة اتعدلت على هذه المادة أتوقع أنها يعني حتكون محصورة بالحق لصالح الطرف الأضعف اللي هو العامل. وإذا كمان عدلنا على الجزئية اللي هي الفقرة واحد من المادة 77 أجر 15 يوم عن كل سنة، إذا صارت زيادة قيمة التعويض في حالة إلغاء العقد لسبب غير مشروع ليصبح مثلا شهر أو شهرين عن كل سنة حنحد من الفصل الغير مشروع من وجهة نظري. بس أنه 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 موضوع الأمان الوظيفي اللي كان موجود في القطاع الخاص هو بيتكلم أعتقد عن المادة 87 اللي هي تنص على أنه العامل يرجع لعمله إذا تم فصله. بس أنا أحس هذه المادة مجدية وغير مجدية، لأنها ما حتكون بيئة صحية أني أنا أرجع العامل في ظل ظروف أنه هو غير مرغوب فيه من صاحب العمل. فيعني بس أستاذ أنا في نقطة، يعني الآن وأنت محامية وتعملين في هذا المجال أنت ترجعين للمواد بحيث أنه تجاوبيني وتعطيني الإجابة القانونية، وهذا شيء جميل. الموظف إحنا كيف ممكن نجي نقول له أنه إذا جتك المادة هذه لازم أنت تسوي كذا؟ يعني كيف نطور الثقافة القانونية عند العامل في القطاع الخاص؟ يعني والله العظيم تحرجني، يعني هذا نظام عمل، احنا ممكن ان احنا يعني نقترح انه يصير فيه تعديلات على النظام انه يصير فيه ورش عمل، يعني يمكن اتوقع انه الاستعانة بالمحامين والمختصين والنظر في هذا النظام ككل حيكون له نتائج صحية اتوقع يعني على الصعيد الاقتصادي والسياسي. طيب خليك معي استاذة هدى، هل يا بادي المكان اللي كنت تعمل فيه في الفترة الماضية كان عندهم يعلمونكم وش النظام اللي موجود، ولا أنتوا بس اجتهادا منك أنت وزملائك كل واحد يعلم الثاني؟ لا هو حقيقة احنا طلعنا على قانون مكتب العمل السابق والأخير، وأنا عندي دراسة في تطوير رأس المال الفكري البشري في التعاملات الإلكترونية، وعندي اطلاع واسع على ما يتعلق بشؤون الموظفين والقضايا الفصل وقضايا، وأنا عملت يعني في القطاع العام قبل القطاع الخاص، وملم بكثير من قوانين العمل واستشير محامين أفاضل وكبار مثل الدكتور محمد الشيقر وهو أستاذنا، وكثير من الأطروحات يعني تلقيناها. طيب منه. بس بادي أنت تشوف أنه يعني فصلت وأنت في هذا العمر كم لك الآن مفصول، ووش الوضع اللي قاعد يصير في القطاع الخاص خصوصا أحيانا اللي في مثل عمرك؟ يعني شوف هي تأثيراتها المعنوية والغير محسوبة كبيرة جدا، يعني كبيرة جدا. هذه المادة هي أصلا المادة يعني ليست شرعية، يعني حتى شرعا، واحنا نقول في يعني في قانون مكتب العمل المادة الرابعة تقول انه يجب ان يكون الفصل او تطبيق احكام النظام تتبع للشريعة الاسلامية، ولكن يعني لو وزارة العمل كلفت وكالة المفتشين بتلمس اثار وعمليات
اللي المتوقعة من القوانين التي سنوها مؤخرا والتفتيش على المنشآت وتطبيق نظام السعودة. أتصور لو أنهم طبقوا هذا النظام، نظام التفتيش ونظام العمل جنبا إلى جنب مع المنشآت، يحس الموظف على الأقل بالأمان ويحس أنه هناك جهات. هذا سؤالي، هل الأمان في ظل زي هالمواد اللي بعض العاملين في القطاع الخاص يشتكون منها، يعني تشعر الموظف بأن الأمان الوظيفي تلاشى؟ السؤال لك يا أستاذة هدى. أكيد طبعا مهم شعور الموظف بالأمان الوظيفي. هذا ليش أنا أقول حلو أنه نحن نسوي تعديلات، حلو أنه نحن يعني نسوي ورشة عمل من مجموعة من المحامين والمستشارين عشان نعدل في الجزئية هذه من النظام. يعني أنا أتفق كليا مع تعديل المادة بما يخدم الموظف والعامل السعودي في القطاع الخاص. طبعا بالتأكيد. طيب، من المدينة المنورة الأستاذ بادي السهلي متضرر من هذه المادة، شكرا جزيلا لك. وأيضا المحامية هدى باشميل من جدة، شكرا جزيلا لكما. لازالت شكاوى عدد من أهالي حي مخطط الحلو بحايل تتزايد بسبب تضررهم من روائح كريهة تصدر من موقع زي ما يقولون يعود لبلدية الجنوب، مخصص لجمع سيارات نقل النفايات، حتى أصبح مخطط الحلو مرا على الأهالي. شوف هذا التقرير، نرجع من ثاني. يعتبر حي مخطط الحلو في ضاحية الودي بمدينة حائل من الأحياء السكنية الجديدة، إلا أن سكان الحي أبدوا تذمرهم من تواجد موقع يعود لبلدية الجنوب وسط الحي، يختص بسيارات نقل النفايات وسيارات نقل مياه الصرف الصحي وكذلك سكن للعمال. وأسباب ذلك انبعاث الروائح الكريهة وتواجد عمال عزاب لأكثر من 1000 عامل وانتشار الحشرات بشكل ملحوظ. والله فيه ضرر على الحياة من نفس الموقع، فيه أزكم الله فيه روائح وفيه أصوات إزعاجات وفيه يعني الموقع جنب حي سكني المفروض أنه ما يكون هنا. بالليل يهب الهواء من يمهم ما نقر في بيتنا من الروائح ومن الأصوات ومن الإزعاجات وكل شيء نجينا ومن الحشرات ومن كل شيء من الأذن كثير ومضرين والله من المكان هذا. حن تأثيرات تواجد مثل هذا الموقع الخاص بسيارات نقل النفايات وسط الحي جعلت عدد من سكان الحي يلجأ لعرض منزله للبيع بأقل من قيمته لانزعاجه من تلك الروائح التي تداهمهم في المنزل، في حين تفاعلت بلدية الجنوب على إثر شكوى المواطنين بنقل مواقف السيارات إلى الجهة المقابلة داخل نفس المقر. لا والله لا حام عليهم ولا بيني بينهم شيء حامل، بالعكس لا من صالحي تكون عندنا على سبيل ينظفون الحي، مع العلم أنت شايف الحي ما نظفوه، أقسم بالله 1,700,000 خسارة علي راح البيت، أدخل البيت عايفة من الريحة. تجيك ريحة كريهة لا تقدر تدخل المجلس لا بيتك داخلي ولا كل شيء. وحنا والله أنا من الناس المضررين منه من بدايته ومبلغينهم قبل لا يبدون في الشغل عندهم. ما بين تقديم خدمة متميزة من جهة خدمية وبين تضرر مواطن، تبقى هذه المشكلة بحاجة إلى توازن. عبد العزيز العيادة الإخبارية حائل. ضم لي من استديوهاتنا بحائل أحد أهالي الحي اللي طلع معنا بعد بالتقرير الأستاذ محمد المطيري. حياك الله أخوي محمد. مرحبا بك أخوي عبد الله، الله يعافيك. يعطيك العافية. الله يعافيك عبد الله. شرفتنا بجيتك، لكن أنا بسأل هل هذا الموقع موجود قبل سكنكم ولا لما يعني أنتوا جيتوا وهم قبلكم؟ لا الموقع هذا ما له إلا سنتين الآن، حنا قبله بسبع سنوات حنا. إيه. وطالبنا البلدية في الموضوع هذا، قدمنا على طلب لكن ما حصلنا جدوى، وقدمنا على مارة إيه؟ ولا حصلنا جدوى. وبارك الله فيكم اللي زارنا مندوبكم بحايل وشاف الموقع بنفسه. واجبنا، بس شلون الروائح ذي هل لها وقت يعني الفجر
او الفجر واحيانا الروائح المغرب ولا طول الوقت. الروائح يا اخوي عبد الله الروائح والازعاجات الاصوات مستمره على طول. عجيب. على طول الليل حتى بالليل في اصوات عمال زي موسيقات او مدري يلعبوا كوره او كذا، والعمال منتشرين اكثر من 1000 عامل بالليل يمشون في الشوارع يدورون الاشغال. امنيا هالوضع ذا وش معناته؟ امنيا ما هو صالح الامنيه. طيب انتم ما كلمتوا الشرطه قلتوا يا جماعه؟ كلمنا ما الشرطه ما كلمنا لك، كان كلمنا اول شيء الشركه، المسؤول عن الشركه ما اعطانا نتيجه. ايه؟ البلديه جيناهم ولا اعطونا، ما حصل لنا حل. الاماره قدمنا عليهم وحالونا للامانه والامانه حالتنا البلديه اللي بجهتنا ما جانا نتيجه. طيب والحين السكان اللي بعضهم قال لك بمشي وببيع البيت. انا من ضمن اللي لو حصل لي ربع قيمتي والله لابيع واطلع بسبب هل ما يحصل لنا يا عبد الله. عبد الله مما يحصل لنا من اضرار وحشرات والله ان اللي هب الهواء من يمهم ما نقرب البيت يعني. طيب خليك معي اخوي محمد، انا معي رئيس بلديه جنوب حايل الاستاذ مشعل المحمدي. حياك الله استاذ مشعل. هلا ومرحبا، الله يحييك. اتصور ما يرضيكم اللي قاعد يصير على سكان حي الحلو، اسم حلو وصار مر. اكيد انه ما يرضينا، بس احنا نحب نوضح بعض النقاط. الله يعافيك. اسمح لي بس. سمطرم. اولا الموقع طال عمرك يقع في على طريق رئيسي اللي هو طريق حايل المدينه. ايه. ومطبقه فيه لائحه الشروط الصحيه المساكن العمال داخل عمران الصادره من وزاره الشؤون البلديه والقرويه. واللي وضعت ضوابط، احنا ملزمين اي راغب سكن عمال داخل الاحياء في الالتزام به. والله لو اني ساكن بهالحي وبهالروايح ابيع البيت وتعوضوني انتم، لانه الان يقول لك ابيع بربع السعر، انت تقول لي التزام وشروط واليات. انا اقول لك الرجال الان متوذي، يقول لك 1000 عامل في الليل يطلعون يمشون يدورون شغل، والروايح مزعجه لهم بالحي. انتم زرتوا الحي شفتوا الوضع عندهم؟ صحيح، وقفنا على نفس الموقع حي اللي متضررين من المجاورين. ايه؟ الموقع مساحته كبيره وتقريبا 161 الف متر، واغلب السيارات الضاغطات حق النظافه مخصص لها موقع بعيد عن المجاورين، وخاصة أن السيارات اللي تدخل الموقع تكون خالية من أي نفايات أو ملوثات للجو. وفي عملية تنظيف وتعقيم للحاويات بعد تقريبا كل بمعدل كل 3 أيام للحاويات، بس وعملية مكافحة وتحفيه للموقع كامل. طيب مشعل والأخوك، يعني أنتم ما عندكم انه بتشيلون الموقع هذا بيستمر وسط الحي؟ والله اذا تكررت ملاحظات وانزعاج المواطنين احنا حريصين على مصلحه المواطن. اقول مشعل واخوك الحين اقول لك الاهالي بالتقرير، واخونا محمد المطيري يقول لك والله لو جاني ربع البيت لبيعه، هذا ضرر والله. اخوي بس بوضح لك شيء، انه كانت اول الضاغطات تقف على السور المجاور للمجاورين. ايه؟ وقامت البلدية بوضع عدة حلول، اللي هي إبعادها عن السور المجاور للسكان. المساحة كبيرة بينها تصل إلى 50 متر من موقع سكن العمال ومواقف السيارات عن أقرب سور للمجاورين. طيب محمد، البلدية طيب مستمرة بوضع الحلول، ولا يرضينا انه اي احد مجاور للموقع انه يتضرر. يا رجال اقول مشعل، المدرسة اذا جيت بتأجر مدرسة لازم كل الجيران يوافقون، وهي مدرسة. الان السكان قاعدين يعانون. محمد تسمع هالكلام اخوي محمد؟ نعم اسمع. نعم. وش رايك؟ و50 متر ما هي كافية لابعاد الروايح ولا شيء. هذه عرض الارضيه حقتهم ما يتجاوز 70 متر. إيه؟ الطول طويله يمكن 800، لكن العرض 70 متر، سواء ابعدت في الجهه القصيه ولا الاقرب. انا المتاذي الاول، انا بعد اقصى استراحتهم عن بيتي 70 متر. اقصى الاستراحه. طيب انتوا الان متضررين ولا لا يا محمد؟ ومتضررين والله، متضررين والله. لو انا بيني مسؤول يجي يقف في بيتي ويشوف ما يحصل لي.
وش رايك من الحشرات ومن الروائح. انا اقول يا مشعل وش رايك تروح تشرفهم ببيوتهم وتسير عليهم وتشوف واقعهم؟ نعم جزاه الله خير. مشعل هلا ابوي. اقول وش رايك تشرفهم ببيوتهم وتسير عليهم وتشوف الوضع اللي هم فيه بكل سرور. احنا مستعدين للتجاوب معهم بأي طيب وقت يطلبون منه. انا اعطيتوهم تجاوب، احنا نبي نسوي تقرير ثاني بحضوركم عندهم وتواجدكم بينهم والحلول اللي انتم بتحطونها، ايش رايك؟ ابرك الساعات طال عمرك. متى هم يحددون الموقع؟ اخوك بكره نبي يصومون رمضان وهم مرتاحين ان شاء الله. الله ان شاء الله يلحقنا على خير ان شاء الله رمضان. طيب. وياكم كل مسلم. عبد العزيز العيادة مراسلنا بيتواصل معك من بكرة إن شاء الله، ومحمد المطيري نمون عليه بيعزمك. الله يحييه هو وأخوي محمد. طيب عزيز وغالي، والله أكبر شرف اللي شاركتنا يا مشعل وقلت هالكلام الطيب بحق أهلك وإخوانك بحي الحلو اللي إن شاء الله بيستمر حي حلو. وأخوي محمد المطيري بكرة بيحضر معكم المراسل إن شاء الله إلى الحي ونشوف إن شاء الله حل يرضيكم. الله يعافيك يا اخوي عبد الله ويجزاك خير انت والمشاهدين. ومشعل ان شاء الله انه ما هو مقصر، اخونا مشعل المحمدي رئيس بلديه جنوب حائل شكرا جزيلا لك، واخوي محمد المطيري ايضا شكرا لك، وان شاء الله انه بنتابع هالقضيه الاسبوع الجاي باذن الله. فن الفجري فلكلور شعبي عد من اهم الفنون الشعبيه في المنطقه الشرقيه خاصه ودول الخليج العربي عامه. هذا الفن القديم يغنى على اليابسة وعلى سطح المراكب والسفن، أصبح في وقتنا الحاضر مطلب العديد من عشاقه في المناسبات والمهرجانات التراثية. من رأيت وارز المي من الفنون البحرية التي تغنى على اليابسة وعلى سطح المراكب والسفن فن الفجري، والذي يعد فن فريد من نوعه مميز بكيفية الآداء والأوزان الإيقاعية المعقدة والألحان الشجية المتنوعة التي تفيض بالمشاعر. هذا فن قديم أكثر من 300 سنة، كانوا يؤدون أهلنا وشبان لولين أهل الغوص، يؤدون في الدور وفي البحر يؤدونه. يختلف الفجري في البر يغنونه في الدور، وفي البحر أيام الغوص نهمة. البحارة لا يغنون الفجري وحده أثناء إقامتهم الطويلة في البحر فحسب، بل يغنونه عند عودتهم إلى الديار يستعيدون به ذكرياتهم أثناء رحلة الغوص. الفجري منتشر في دول مجلس التعاون ويغنى بجميع المجموعة كاملة، يعني من 25 إلى 30 نفر يجتمعون في مكان اسمه الدار، يعني مقر الفرقة. كان يستخدم يعني بعد ما يرجعون أهل البحر يرجعون للقرية يحتفلون مع أهل القرية في الدار هذه ويسوون الفجري. لهذا الفن مقامات خاصة به يطلق عليها اسم تنزيلات، تختلف من موال إلى آخر يدركها من عاصر وتعايش مع تراث الآباء والأجداد. الفجري ما يقول أغنية، يقول تنزيلة، يسمي الفن هذا والتنزيلة، يعتمد على كم يعني أربعة خمسة أغفار يقولون هالتنزيلة هذه والباقي يتبعونهم مع الصفقة، ولكن الشيء المهم في الموضوع هو النهام اللي يحدي، النهام اللي بيكون على جنب هو يحدي بعد ما تنتهي التنزيلة يبدأ في الحديان. فن الفجري أصبح من بين الفنون البحرية التي يهتم بها البحارة في رحلة الغوص، وفي وقتنا الحاضر هو مطلب العديد من عشاقه في المناسبات والمهرجانات التراثية. من الدمام محمد المحي، الإخبارية. اضطر بعض الأطباء حديثين التخرج بتخصصات الطب البشري وطب الأسنان اللي ما وجدوا فرص لهم إلى دفع مبلغ 2000 ريال شهريا لبعض منسوبي المستشفيات لحصولهم على الخبرة وشهادة التدريب
اللي تؤهلهم لفرص وظيفية. هذا الخبر الصحفي الناس تناقلوا ويقولون إنه يسهم بالضغط على الأطباء وتحميلهم أعباء مادية، إضافة إلى أنه يضطر بعضهم إلى الدين أو العمل بمهن أخرى لتوفير المبلغ هذا اللي يحتاجونه شهريا. وتنضم لي من الدمام الكاتبة زميلة صحفية سحر أبو شاهين للحديث أكثر حول هذا الخبر. حياك الله أختي سحر. حياك الله، مسي عليك وعلى المشاهدين. مسيتي بالنور. أنا بتكلم عن هالمعاناة اللي يعانونها أطباء وأنه يدفع هذا المبلغ، شو رأيك في هذا الموضوع؟ اضطرار الأطباء العاطلين لدفع مبالغ يعني تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 شهرياً للمستشفيات غالباً الحكومية مقابل الحصول على شهادة خبرة هو نتيجة، ولكي نعرف وصولنا إلى هذا يعني نفهم النتيجة لازم نفهم السبب الذي أدى إليها. ما هو السبب؟ عندنا بحسب إحصاءات وزارة الصحة للعام 2016 وإحصاءات رسمية 25 كلية طب بشري، 17 كلية طب أسنان. في العام 2016 اتخرج من الكليات هذه 3070 طبيب، الأطباء الأسنان منهم 690. طيب من 3070 كم منهم قبلوا لإكمال الدراسات العليا أو في برامج الزمالة؟ صحيح. قبل منهم فقط 1027، 872 في الداخل المملكة والباقي في الخارج. إذن كم بقى عندنا طبيب لم يقبل في برامج الدراسات العليا ويبحث عن عمل؟ 2043 طبيب. هؤلاء الأطباء العامين يعني طبيب أسنان عام وطبيب بشري عام يبحث عن عمل، هو خبرته من حيث يعني المهارات والخبرات التي لديه أقل من الأطباء ممن يعملون حاليا في المستشفيات بمهنة طبيب عام. يعني عندنا احنا 435 مستشفى خاص وحكومي، نسبة السعودة في القطاع الخاص 3% فقط، ونسبة السعودة في القطاع الحكومي 33%. ولكن يعني العاملين في هذا القطاع أو النقص في الشديد الحاصل للسعوديين ليس في مجال الطب العام بل في مجال التخصص. إذن هؤلاء الأطباء يريدون البحث عن عمل وهم بأمس الحاجة للحصول على خبرة تجعلهم قادرين على المنافسة، إما للحصول على وظيفة أو لرفع نقاطهم التي تمنحهم أفضلية لدى هيئة التخصصات لقبولهم في تخصص وإكمال دراساتهم العليا. إذن هو مستعد الطبيب بسبب المنافسة الشديدة. يعني عندنا 2043 في سنة واحدة. صحيح. كلهم يتقاتلون في سبيل إما تخصص وأما وظيفة. إحنا سحر ما عندنا مشكلة، يعني بناء على الإحصائية اللي أنت ذكرتيها أنه القطاع الخاص السعودة فيه 3%، إحنا ما عندنا مشكلة أطباء عاطلين، عندنا مشكلة أطباء معطلين. إحنا المشكلة الكبيرة عندنا وين بالضبط؟ المشكلة في نقص مقاعد التدريب، لا يوجد هناك احتياج كبير في القطاع الصحي للأطباء العامين، طبيب أسنان عام أو طبيب بشر لا يوجد هناك احتياج كبير لهم. الاحتياج هو للمتخصصين، ولكن مقاعد التدريب المتاحة للتخصص ما زالت قليلة بسبب قلة المستشفيات المستعدة أو الجاهزة للتدريب. المستشفيات التي مستوى التدريب لديها يحقق معايير هيئة التخصصات لتخريج أطباء أكفاء ليتحملوا أمانة العلاج. صحيح. السليم والصحيح لأبنائي وأبنائك. صحيح. ولأمي وأمك. صحيح. هذه سحر بس نعم. أنه المستشفيات الكبيرة تقبل متدربين لكن العدد قليل، ليش نعم. المستشفيات الخاصة الكبيرة ما تقبل متدربين وبالنظام يجبر؟
المستشفيات الخاصة حسب أنا يعني في حديثي سابقا مع متخصصين في هيئة التخصصات ليست جميع يعني عدد المستشفيات الجاهزة للتدريب قليل مقارنة بعدد من يتخرجون سنويا، يعني 25 جامعة كلية آسفة تخرج أطباء أسنان عامين، 17 كلية تخرج أطباء يعني بشري، 25 تخرج طب بشري و17 تخرج طب أسنان، هذا عدد كبير. أنت قبل ما تفتح العدد هذا من الجامعات هل جهزت لهم مقاعد كافية لتدريبهم أم يعني هناك عدم تنسيق صحيح ما بين عدد من يتخرجون وما بين المقاعد المتاحة للتدريب؟ احنا محتاجين نعمل توازن، نجهز يعني نزيد الطاقة الاستيعابية للتدريب بشرط أن يكون هذا التدريب يحقق المعايير معايير التدريب والاشتراطات التدريب التي تضمن تخريج أطباء طيب. ممتازين. الآن الأطباء موجودين وعندهم هذه المعاناة، كيف أنه ممكن إحنا ننهي هذه المشكلة وما نحملهم أعباء مالية فوق ما هم متحملين؟ المفروض أن في هالحالة هذه يعني وزارة الصحة تقول أن الميزانيات الموجودة لديها للتدريب هي مخصصة لتدريب العاملين لديها. أنا أشوف أن وزارة الصحة لا تعفى يعني من مسؤولية أنها تحاول تدربهم. المفروض طبعا هو يعني اللي يرد على هذا السؤال المفروض يكون وزارة الصحة نفسها، هي المفروض أنها تجيب على هذا السؤال، ولكن نحن كمهتمين وكمواطنين وكداعمين لهؤلاء الشباب اللي هم من أفضل الشباب صحيح. اجتهادا وتفوقا وصبرا وتحملا لصعوبة دراسة الطب طوال 7 سنوات وهم من يعني نخبة الطلاب لدينا الذين يدخلون كليات الطب، لا يجب أن نصيبهم بالإحباط بعد ما يتخرج يجلس يشتغل في كاشير أو وظيفة بسيطة علشان ما يحمل أهله قيمة 2000 ريال شهريا للتدريب. ترى مبلغ ما هو بسيط، يعني بعضهم يحتاج أنه يتدرب سنة كاملة صحيح. ياخذ خبرة صحيح. فمعقول سنة كاملة شهريا يدفع 2000 صحيح. أنا 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 يعني خير من 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 قاعد يدافع على الأطباء المميزين صراحة. أختي سحر أبو شاهين الكاتبة شكرا جزيلا لك، الله يعطيك سلام. العافية على هذا الدفاع المستميت على الأطباء اللي يستحقون هذا الشيء وأكثر، شكرا لك يعطيك العافية. مع ملف الأطباء اللي يدفعون مبالغ للمستشفيات نغلق آخر ملفات حلقة الليلة. إن كنا من الأحياء موعدنا إن شاء الله بكرة، استودعكم الله ومع السلامة.